ورجعنا بعد التقرير ومعانا فقرة مهمة جدا عن الشعر الصعيدي، ملحمة شعرية من جنوب صعيد مصر، تحديدا من محافظة قنا. معانا الطفل المعجزة أحمد مهران. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك يا فهد. أهلا بيك يا أحمد، نورتنا من محافظة قنا المركز أوتست. أحمد مهران محمد، أهلا بيك ونورتنا ونورت مفتاح الأمل. ننورك أنت والبرنامج. الله يمشي. ممكن كده تقول لنا يا أحمد عندك كام سنة وفي سنة كام؟ عندي 14 سنة وفي تاني اعدادي. طيب بتحب الشعر من امتى؟ بحب يعني يجي لي سنتين كده. مين شعرك المفضل؟ الشاعر هشام الجخ. بما انك كده بتحب الشاعر هشام الجخ، ممكن كده تقول لنا قصيده لهشام. قول لنا قصيده ايوه بغير. هو انت بتغير؟ ايوه بتغير، صح يا احمد. ايوه بغير، ايوه بغير، ايوه بغير. لا انا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زايغ من عين الضر، ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غيرة الراجل قلة ثقة وقلة فهم، خلق حمير. غيرة الراجل ما في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، احنا صعايدة ما نستحماش، شمسنا حامي وعرقنا حامي وطبعنا حامي. اللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها. أصلا الناس على قد الطيبة كل نهي، ونسوان في بلادنا جواه. طب لو عندك حتة ناس هتخليها مداس للناس، ولا هتقفل أوضة عليها بميت تربية، يمكن حتى تأجر لها جوزين حراس، يبقى لنا غافل ولا جاه. كل الفرق ما بيني وبينك اني صعيدة، ان على الابو ده اليوم اللي حل اللي مليه اخر ولا اول، طلعتي لقيتني صعيدة. لو كان بيدي كنت اعمل لك هند فريش، واقلب شعري كان يشكر ريش، والبس لك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب، بس ازاي البس لك سلسلة وانا كلب؟ ثم العبرة مش في اللبس، أصل المشكلة مش في اللبس، أصل المشكلة عندك، عندك عندك عنادك. قلت حسيبها بكرة تحس، بعده تحس، بعده تحس. دانا لو جبت انت زعقت، ماشي صداقة وماشي زمان، بس ما جتش على الرجال. أنا سوان الدنيا كتير، انا ما بقولش تخاص من الناس، ولا تحتك بعن الرجال، ولا تحتك في وتسكن دير، بس يا ريت حب التقدير، اني بحبك واني بريدك، اني زرعت حياتي في ايدك، اني غزلت بنات الدنيا عقول على جيدك، واني تعبت من التفكير واني بغير. الله عليك، الله عليك. انا حابب اعرف منك يا احمد، زي احنا عندينا اللي جينا تحديدا هي ملحمة للشعر، عندنا الله يرحمه أمل دنقل والخال عبد الرحمن الأبنودي والعديد من الشعراء اللي مروا من جنة. حتى بنقول دايما هنا نيل في الشعر، مهما تشرب منه عمره ما يخلص. قول لي دلوقتي انت لكل الأطفال اللي زيك في المدرسة، قول لي في حصة اللغة العربية تحديدا، قول لي بتحب انت يعني دايما، يمكن الاطفال اللي في سنك مش بيهتموا باللغه العربيه، لكن انت اهو بتحب الشعر وبتحب اللغه العربيه. عايز اعرف منك ايه رسالتك للاطفال اللي زيك، خاصه ان هم يهتموا بالقراءه واللغه والادب. بقول لهم يقروا في الكتب كتير ويسمعوا قصائد كتير، يعني من هشام الجخ والاشعار والشعراء. طب جميل جدا يا احمد. دلوقتي انت دلوقتي في دايما يمكن الاطفال اللي زيك بيضرب جرس الفسحه وينزلوا يلعبوا كوره والانشطه. قول لي انا عرفت قبل ما ندخل على الهوا ان انت بتخصص ان الوقت الفراغك في المدرسه ان انت تقرا وتثقف نفسك. قول لي حلمك تكون ايه في المستقبل؟ في المستقبل حلمي اني اكون ضابط. ضابط، واكون ضابط يعني مشهور جدا مشهور من بالنسبة للناس كلها. شكله جدا انه الرجال فعلا في الشعر هم اللي واخدين الصورة كلها بالمشاهدة عن الشعر، بصراحة ما خلوش أي شيء للنساء في الشعراء. نورتنا يا أحمد بجد في مفتاح الأمل، وإن شاء الله كده تنورنا في فقرة جديدة في مفتاح الأمل.
ولكن نطلع دلوقتي، فقرتنا انتهت، واسيبكم مع زميلي فادي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتني.